السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين الخض يستقرون على هوية المنافس، يعني المباراة الودية، يعني وين المنافسون الخض، يعني وين كاين غينيا وكاين غانا. حتى غانا وين غادي تلعب كوب دي موند، نتمنى ان شاء الله غانا يجونا غرون كومبلي نشوفوا مباراه كبيره. يعني غانا اللي غانا باش يكون على بالكم، راهي الاقل راهو في ثمن لاعبين جابوهم مجدد، وين غيرت كاع الجلد تاعها. غانا ماشي غانا اللي لعبنا معاها ماتش اميكا، خاطر غانا يعني اللعابه تاعها يبغوا كوب دي موند احسن من كوب دافريك. شوفوا غانا، شوفوا غادي نقول لكم حاجه، شوفوا غانا غادي نلعبو 2024 كوب دافري، غانا توصل فينال دومي فينال. انا نقول لكم عليهم مشروع، هادو عندهم عند كيما هكا كي تكون كاينه كوب دي موند، يعني ما يحوسلكش على الكوب دافريك، ما يحوش عليها، ما يحوش عليها، يركز كلش على الكوب دي موند. بصح كي تكون كوب دي موند بعيده، تشوف كيفاش، تشوف كوب دافريك اللي جايه، تشوف كي غادي تجي، تشوف كي غادي تجي من الناحيه الفنيه، مدربين، لاعبين، تشوف غادي، خاطر ما كاش كوب دافريك، مكاش كوب دي موند، مكاش كوب دي موند، أفريقيا من كلشي غادي مكاش، غادي الناس تخمم في الكوب دافريك، قاع يخمموا في الكوب دافريك. أنا نقول لكم مكاش كوب دي موند، خاطر 10 اللي كانوا متأهلين يلعبوا كوب دافريك، لي ماتش باراج، هما اللي يعني هذا الخطر غادي تشوف كوب دافريك 2024، يعني حاجة كبيرة من الناحية الفنية، من الناحية يعني تشوف لازم، علاه نقولوا لازم نوجدوا لها. خاطر غادي الكبار يكونوا كاع واجدين، الناس غادي تخدم لها خويا، يكملوا كوب دي موند والناس تخدم، الناس كما صارت تخدم، الناس هي تخدم من 2019، من 2019 وما يرتبوا في البيت تاعهم، ماشي اليوم. الناس خدمت 2019، كاين منتخبات اللي خدموا بعد كوب دافريك تاع 2019، خدموها من 2019 ورواح، قعدوا يخدموا على الكوب دي. اي كاين خارطه الطريق، يعني نقول لك انا 10 سنين معليش نوجد ايكيب باش ندي بها 10 سنين، ندي بها 10 سنين مسيطر فانيك، تصيبهم من 2019 هما يخدموا ل 2026، جاتو غادي يخدموا، جاتو الكوب دافريك التاليه اللي غادي تجي. كوب دافريك 2024-2025 كي غادي تجي، اسرالو تشوف كي غادي تجي. وين حسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ابرز تفاصيل مواجهتين منتخب الجزائري وديتين الشهر المقبل امام منتخب غينيا وغانا على التوالي. هي في بلاصة غينيا، نعطيكم الصح، كنا موجدين نيغوسينا مع بوركينا فاسو الذي رفض، بوركينا فاسو رفض يا ودي ما بغاش كاع والو. وغانا عندنا غينيا وغانا على التوالي بعد قرار الاتحاد الافريقي بتاجيل جولتين، يعني صح هذيك كان على بالنا في تصفيه كاس امم افريقيا بالكوت ديفوار، ما دفع الاتحاد الجزائري للجوء وخلال وقت ضيق لترتيب مواجهه الوديه. هذه تكون درس لكم ان شاء الله بربي، تكون لكم درس، لازم تعرف باللي بيتلعب مع منتخبات عالميه، منتخبات هذو كبيره، منتخبات اللي عندهم اتحاديات، عندها شخصيه كبيره كلش، واللي يخدموا بخارطه الطريق، ماشي عامل هاوي، هذه تاع عامل هاوي يبقى شهر لا شهرين تروح تجي تحوس على ليزيكيب، لا، لازم بالست شهور، بالثمان شهور، بالخمس شهور، يعني توجد المباراه ويلا صوت، ويلا صوت، ويلا صوت، هذه هي باش يكون على بالكم. وإن اضطر الاتحاد الجزائري إلى قبول بخيار برمجة لقاءات ودية مع منتخبات إفريقية بدل البحث عن مواجهات عالمية خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل، على اعتبار أن الكاف قرر يعني تأجيل كان في وقت متأخر. قلنا لكم بشهر وما أمنتوش، في حين أن كل المنتخبات العالمية كانت ضبطت برنامجها منذ فترة، خاصة الأوروبية المعنية بمواجهة دور أمم أوروبا. هذه قلنا لكم، الناس مين كانوا يقول لك بلي غادي نلعبوا منه ونلعبوا منه، قلت لكم كاش، راكم غالطين.
واستقر الاتحاد الجزائري بموافقة من مدير الفني الخضر على مواجهة منتخب غينيا وغانا، والذي كان طالب مواجهة الجزائر في فترة سابقة. وقال بعض المصادر أن كل المباراتين ستلعبان في ملعب أولمبي الميلود هدفي إن شاء الله بربي بمحافظة بولاية وهران، والذي احتضن مؤخرا ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الخضر يواجهون غينيا وغانا يوم 24 و 27 سبتمبر المقبل بوهران. وتابع نفس المصدر تأكيد على أن المدرب ضبط أيضا تاريخ مواجهتين وديتين، حيث تجري المباراة الأولى أمام غينيا يوم السبت 24 سبتمبر، في حين أن ودية غانا مقررة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر، وعلما أن فترة توقف الدولي المقبل تبدأ يوم 19 سبتمبر وتنتهي في 27 من نفس الشهر. ويتوقع أن تعرف قائمة المنتخب الجزائري المعسكر المقبل استدعاء بعض الأسماء الثقيلة أول مرة في صورة ياسين عدلي نجم نادي ميلون الإيطالي، وريان أيتنوري نجم نادي بولهامبتون الإنجليزي، وحسام عوار نجم أولمبيك ليون الفرنسي المرشح للانضمام إلى نادي مازال. وخلال الساعات المقبلة بعد أن منحت هذه الأسماء موافقتها للدفاع عن ألوان المنتخب الجزائري الوطني، حنا إن شاء الله بربي وين كان الناس كانوا ينتظروا. ونقولوا لكم يعني هذه الشعبوية تاع باي تلعب مع هذه لازم تقلعوها، هذو كاع دروس لكم، هذو لازم هذو دروس لكم. ما تقارعش كي تسمع واحد يقول لك باي تلعب مع لابلجيك، روح ادخل جوجل شوف لابلجيك حاطه خريطه الطريق وين غادي يلعبوا، مع من غادي يلعبوا، على يعطيك بالست اشهر ثلاث اشهر مع من غادي يلعبوا نقاط. ناس مي كانت تقول طليان، اقسم لكم بالله كنت نقول لكم بلي مكاش طليان. من 2020 من هاني لعبنا مع المكسيك، لعبنا ماتش اميكان مع المكسيك ونيجيريا، الناس كبروا طليان تدخل تشوف في السيت تاع طليان مكاش كاع مكاش. في الصيف من هاني لعبنا مع موريتانيا ومع المالي ومع تونس، الناس شو يقول لك باك تعقلوا ليها، راكم عاقلين ليها مش راكم عاقلين. قال لك تحضيرات طليان غادي تلعب كوب دوروب، غادي في التحضيرات غادي نلعبوا معاهم اول مباراه ومن بعد يروحوا حنا لاوروبا نلعبوا معاهم ومن بعد، يعني واحد الخيال يجيبوه لك. كيما قال لك التالي قال لك الارجنتين ولا البرازيل، ياودي قلت لكم الارجنتين والبرازيل غادي يلعبوا البان دو بيناتهم والبان سات، وقيله عندهم مع تونس، وقيله غادي يلعبوا مع تونس في نيس، ما قيل كيما هكا. حنا ان شاء الله بربي المدرب يعني يوجد الغانا وغينيا، انا ما نحوسوش تاع تربح تخسر، والله ما على بالي لي ماتش اميكو، والله ما على بالي بهم، نحوسوا الاداء كيفاش يكون. هذا مكان ما تخممش تقول باك نخسر غادي الناس يا ودي ما كان لي عليك لا والو يا خويا، دير حاجه نشوفوا اللمسه، لا بغات تخسر نشوفوا اللمسه مليحه نوجدوا. النهار اللي كنا لعبنا كونت تونس، توانسه ولاو ينتقدوا في المدرب تاعهم، قلعوه قال لك حنا هذا ما نديرو به والو، بصح شتيلا داو نجحوا. حنايا يعني عقل النهار اللي خسرنا مع النهار اللي ربحنا تونس، راني يعني عقل يا جماعه قلت لكم يا جماعه والله كنت متمني نخسر مع تونس النهار اللي ربحنا تونس، راني يعني عقل ربحنا والناس داي 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 داي، راني يعني عقل قلت لكم يا ودي والله لا كنت باغي نخسر مع تونس هكا، تيت درت لهم درت تيت قلت لو خسرنا مع تونس كان احسن لنا، كانت احسن لنا نتيجه كنا نستفادوا منها. ناس ما بغاوش، قال لك هذو اعداء وشوف كيفاش هذا كان يقارع على الخساره وهذا عدو وهذا، بصح كون خسرنا كنا نراجعوا حساباتنا. احنا ربحنا تونس، جدنا لعبنا مع جيبوتي، روحنا درنا ماتش نيل مع بوركينا فاسو، قال لك يا ودي المهم ما يتمشي، ربحنا النيجر الي روتور، درنا ماتش نيل مع بوركينا فاسو فاني، قال لك اي ماشيه تقول لنا ندخلوا من الحيط الخوه ما شفناش الضرب من الحيط الخوه، هاك شو كيفاش وين وصلنا.
بصح كي تكون لا بغات تخسر وتقدم تعرف وين كاين الخلل، تعرف وين كاين المرض وعندك الدواء، تسقم قبل فوات الاوان. بصح حنايا الله غالب. لا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ربي يحفظكم باش ديما يوصلكم جديد اخبار وكل جديد ان شاء الله.